بسم الله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق دمنهور الدولي العمومي للمواشي ومعاكم قناه المواشي اليوم يوم 25/9/2022 وتعالوا نشوفوا اسعار العجول الذكوره الجنيه النهارده. بسم الله ما شاء الله في سوق دمنهور. الله اكبر. السلام عليكم يا رجاله. طبعا الفل يا معلمي. تعرفوا باسم العربي رمضان فخراني؟ مين؟ العربي رمضان فخراني. المعلم العربي رمضان فخراني منين يا معلمي؟ ابو حمص وتجار ابو حمص الناس المحترمين اللي ما ينسينهم منورين في سوق دمنهور النهارده. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. ذكرين الاثنين؟ بسم الله ما شاء الله. العمر قد ايه يا معلمي؟ عمري 15 وده عمره 15. دي عمر 15 يا جماعه اهوت. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر على الوانات يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. الوانات 100 100 في العجول الذكور الجنيه. اللهم صل على النبي. عمر 5 شهور و4 شهور يا معلمي. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. اتفرج ومل عينيك وصلي على حبيبك النبي. اللهم صل عليك يا نبي. يعني شغال في العجول الذكور الجنيه على طول يا معلمي؟ والنتيات برضو. يعني لو حد عايز كميه مثلا 50 عجل موجودين. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي على المال يا جماعه. الله اكبر. عاملين كام بقى؟ الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي يا جماعه المال. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. طب دي ثمنه كام وكام ولا الاثنين على بعض يا معلم؟ الاثنين شهر واحد على بعض. بسم الله ما شاء الله. شهر واحد يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. خليط سيمنتال. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. الوانات 100 100 في العجول الذكور الجنيه في سوق دمنهور العمومي للمواشي يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. كام الثمن يا معلم؟ 26 يا عم. خلاص مش هنقول 26 ب 24200. 24200 يا جماعه من عمر من 4 شهور ل 5 شهور. اللهم صل على النبي. لو العصر ده ب 26000. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. يعني ان شاء الله كده يا معلمي اظن يلحقوا الاضحيه ولا شويه برضه؟ لا ما يلحقوا صغيرين. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك يا معلمي. يعني يطلعوا بعد العيد الكبير ب 4 شهور ولا حاجه؟ تبقى اي غير ما تجيبش اي وقت ينباع. بسم الله ما شاء الله. يعني المشاهد لو عايز يجني حاجه برضو عجلتين ثلاثه خمسه. الله يبارك لك واستحال. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر على المال يا جماعه اللي ما فيش منه. بسم الله ما شاء الله. طب ادينا رقمك يا معلمي. ماشي احسب بتكلمنا عليها. لا يا عم عادي براحتك. الرقم انت على طول بتصورني حبيبي. الله يبارك لك ويصلح حالك. برضه فدنا المشاهد برضه بالثمن برضه اللي بيشتري او اللي بيبيع. الله يبارك لك يا معلمي ويصلح حالك وحال الجميع. اللهم امين. ناركم ابيض. الله يصلح حالكم. الله يصلح حالك يا اللهم صل عليك يا نبع العجول الذكور الجنيه. صباح الخير يا معلمي. صباح الفل. تعرفوا باسمك يا غالي؟ احمد جوده شعبان. المعلم احمد جوده شعبان منين يا معلمي؟ كفر الشيخ قريب. كفر الشيخ وتجار كفر الشيخ. انا استنورت في سوق دمنهور يا معلمي النهارده. اجدع ناس بتوع كفر الشيخ. والله الله يبارك لكم ويصلح حالكم ويقويكم. الناس المحترمين يا جماعه اللي جايين ياكلوا عيش في سوق دمنهور والناس من روع عندهم برضه ادب واحترام ومقابله حلوه. الله يبارك لهم ويصلح حالهم. بسم الله ما شاء الله. عمار قد ايه يا معلمي؟ عمار من 3 ل 4 شهور. من 3 شهور ل 4 شهور يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي على الحلاوه والطعام بتاعت العجول يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللي عايز حاجه جنيه بما يرضي الله. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. المال اللي ما فيش منه يا جماعه احنا جبنا الظهر والوش برضه اهو. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. الله يبارك لك يا معلمي. بسم الله ما شاء الله. عجول يا جماعه تاكل اي حاجه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. سعرهم الثلاثه على بعض يا معلمي ولا كل واحد لوحده؟ الاثنين دول على بعض ودول واحد. الاثنين دول على بعض عاملين كام والله؟ 24000 الا 100. 24000 الا 100. بسم الله ما شاء الله. بعرقهم ولا من غير عرق؟ من غير عرق. من غير عراكم يا جماعه اهو. عراكم على الله طبعا. الله يبارك لك ويقويك. 24 وكا الا 100. الا 100 يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. 24 الا 100. بسم الله ما شاء الله. طب ودي؟ ب 11100. 11100. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. اتفرج ومل عينيك وصل على حبيبك النبي. الله اكبر على المال يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك يا غالي. العجول الذكور الجنيه يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. يعني موجود عندك عجول ذكوره جنيه على طول لو حد عايز حاجه؟ اللهم صل على النبي. صباح الخير يا معلمي. الله يقويك ويعينك. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. ترزع على كله. الله يبارك لك. عبار برضه من 4 ل 5 شهور؟ لا دول صغيرين شويه. كام وكام؟ دول من شهرين كده. من شهرين يا جماعه انت طالع اهو. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله يبارك لك. الاثنين سعرهم على بعض ولا كل واحد لوحده؟ الاثنين دول اللهم صل على النبي. الاثنين دول ب 20600. 20600 يا جماعه. بسم الله ما شاء الله في العجول الجنيه في سوق دمنهور.
مع تجار كفر الشيخ الله يبارك لهم ويصلح حالهم بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك يا غالي والله بسم الله ما شاء الله يا جماعه. زي ما انت شايفين اهوت العجور صلاه النبي الوش برضه صلاه النبي عليه. الله اكبر. اتفرج ومل عينيك وصلي على حبيبك النبي وقول عليه افضل الصلاه والسلام عشان ربنا يبارك للمال واصحاب المال وصاحب النصيب اللي هتواصل ياخد المال. الله اكبر بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك يا معلم. يعني موجود عندك عجول جنيره حد عايز حاجه؟ من كام لكام كده موجود يعني ان شاء الله؟ من كام من يعني كام؟ لا يعني عدد اعداد مفتوحه اعداد مفتوحه يعني مفتوحة زي ما يعني لو واحد عنده مزرعه وعايز 1000 عجل موجود. الله يبارك لك يا غالي. طب ادينا رقم تليفونه. الله يبارك لك. 0 3 1 8 2 2 2 8 8 3 8 5. الله يبارك لك ويصلح حالك وحال الجميع. اللهم امين. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك يا شيخ بمرض الله انا اخذت منك فلوس ولا قلت لك عايز حاجه؟ الله يبارك لك ويصلح حالك. الله يبارك لك ويصلح حالك. كل هدفي ان العالم ربنا يصلح حالي وتتواصل مع بعضها بصدق وامان. الصدق والامان. الله يبارك لك ويصلح حالك يا معلمي. تجار كفر الشيخ الله يصلح حالهم يا جماعه. الله يبارك لهم ويصلح حالهم. الصداقه اهم حاجه يا جماعه لجميع التجار. الصداقه يا جماعه. معاك رقم اخر ولا هو الرقم ده يا معلمي؟ 011 ماشي. 011 59 74 0360. اي حد يتواصل معاك بالله عليك تعمل معاه واجب. صباحك ابيض الله يصلح حالكم ويقويكم يا رجال. اللهم صل عليك يا نابع العجول الجنيه في سوق دمنهور الذكوره يا جماعه. بسم الله ما شاء الله العلى. صباح الخير يا معلمي. صباح الفل يا غالي. نتعرفوا باسمك؟ احمد ابراهيم سلامه. المعلم احمد احمد ابراهيم سلامه. منين يا معلمي؟ من حوش عيسى يا غالي. حوش عيسى انيس النهارده في سوق دمنهور يا معلمي النهارده. الله يخليك. حوش عيسى ناس محترمين كلنا. الله يبارك لك. اللهم صل عليك يا نابي. اعمار قد ايه العجول دول؟ يعني نقول سنه. سنة يا جماعة. بسم الله ما شاء الله العجول الذكورة يا جماعة الجنية. بسم الله ما شاء الله. اللي عايز حاجة علف بما يرضي الله يعني ان شاء الله دولت ينفعوا ضحية ان شاء الله السنة الجاية بإذن الله طالما عمر سنة. اه ان شاء الله. صح. الله يبارك لك. اللي عايز يدخل ضحية يا جماعة بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. سعر الثلاثة على بعض ولا كل واحد لوحده؟ فيه جوز 29 و100. جوز ب 29 و100 اللي هم دول ناحيتين. والتاني ب 14 و700. 29 وكام دول؟ و100. 29 و100 والتاني ب 14 و700. ان شاء الله. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. العجول الجنيه. الله يبارك لك. ايوه انا بقول الرقم طبعا. الله اهم حاجه. الناس حبايب والله ياما برنوا عليك. الله يبارك لك يا غالي. تابع قناه المواشي اليوم انت مصور معاك قبل كده. حبيبي ان شاء الله. الله يبارك لك ويصلح حالك يا غالي. ادينا الرقم طيب. 010 27 30 45 83 يعني موجود عندك عجول ذكورة لو حد عايز 20 عجل 10 عجول. الله يبارك لك ويصلح حالك ويقويك ويقويك على عيشك يا غالي. نهارك ابيض ان شاء الله. الله يصلح حالكم يا غالي. تجار العجول الجنية يا جماعة بيشتكوا من الأذية. عايزين نشوفوا ايه الأذية. ايه الأذية يا حاج؟ عاوزين السوق يشتغل بعد أذان الفجر. السوق يشتغل بعد أذان الفجر. الله يبارك لك ويقويك. الله يبارك لك. طب قول لنا سعري. رجاء السوق يشتغل بعد أذان الفجر. اشمعنى يا حاج بيشتغل بدري والعالم بتخلص بدري وتروح؟ راح فين يا حاج؟ راحوا بدري يعني. يا حاج هو ربنا قال بيدي رزق يوم بيوم الصبح قبل الفجر بيوزع الأرزاق ما كانش قبل المغرب. انما نجم العصر لحد الساعه 6 الصبح. الله يبارك لكم ويقويكم يا جماعه. اللهم صل على النبي. الله يقويكم ويعينكم. هنقول للناس دي ان شاء الله يمشوا كلامكم باذن الله. الله يبارك لكم. الله يا ريت. اللهم ذكروا الانتهى دي حاجه. ذكر. اللهم صل. عمره قد ايه والله؟ نعم. عمره قد ايه؟ يعني عمره 8 شهور. 8 شهور يا جماعه بسم الله ما شاء الله. عامل كام الله وكيل؟ 15000. عامل كام؟ عامل 15700. 15700 يا جماعه اهو. ذكر بسم الله ما شاء الله. عمره 8 شهور بسم الله ما شاء الله. 8 شهور يا جماعه اهو. يعني يعتبر الشهر ب 2000. صح كده؟ الشهر ب 2000. ما هو 16000 الا 200. يعتبر الشهر ب 2000. ولا ايه؟ 8 شهور يا جماعه اهو. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر على العجول الجنيه يا جماعه في سوق دمنهور النهارده. يعني موجود عندك عجول لو حد عايز حاجه ناخد رقمها؟ انت عايزه كله. نتعرفوا باسمك الاول. انت عايزه كله. الله يبارك لك. حجاني. منين يا حجاني؟ من دمنهور. من دمنهور يا رجاله تجار العجول.
عدول الذكور الجنية العلف هو الله أكبر عجل عمره 8 شهور عامل 1600 تم 16000 إلا 200 صح يا معلمي يعني الشهر ب 2000 بإذن الله كده وال 200 مصاريفه الله يقويكم ويصلح حالكم معاكم حاجة غيره دلوقتي؟ يعني موجود عندكم لو حد عايز حاجة طب ادينا الرقم يا معلم الله يبارك لك ويصلح حالك 010 16 330 330 881 881 انا طويل نزيدك حبيب الله يبارك لك عشان بس النور بس بيزغل الله يبارك لكم ويصلح حالكم يا رجال اي حد يتواصل معاكم تابع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعملوا معاد صباحكم ابيض الله يصلح حالكم حاج اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر هنسيبكم في رعايه الله وامنه والى اللقاء يا خير الاصدقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.